مساكم الله بالخير. اليوم الثالث في معرض إيفا برلين. الأسئلة الفنية زايدة عن الحد، مثل الذهاب لشركة كوالكوم، انتل، ميديا تك وإريكسون. مشكلة الشركات هذه تشارك بالمعرض صح، تحط لك معلومات في المعرض صح، ولكن منتجاتها المستقبلية ما تتكلم عنها. يعني السنة اللي طافت كنا سائلين عن معالج 700، قال لي ما وعدك، ما عندنا معلومات. قلت شوف هو نازل معالج 700، لا تقعد تفلسف على رأسي، لكن أبي مواصفاته، ما أضمن لك أنه نازل، ما عندي معلومات عنه. يعني هو على طول يتهرب عن المعلومة المسربة. لكن مع التجربة والاحتكاك تعرف شلون تسحب منه الكلام أو تسحب منه المعلومات، تنرفزه بالمنافس أو تعطيه معلومة خطأ يصححها. وفي كثير من الطرق اللي تسحب منهم فيها معلومات. طيب ليش مهم هذا الأمر؟ يعني ليش مهم أنك تعرف شركة المعالج؟ الأمر معقد، الأمر ما أدري شنو. الفكرة بسيطة جدا، المعالج مسؤول عن كل شيء بالهاتف. من اليوم المعالجات صارت قطعة واحدة، الشركات قامت تتجمع من شركة واحدة. فإذا عرفت مواصفات المعالج راح تعرف كل مواصفات هواتف السنة القادمة. يا شباب لقيت الهر، هذا الهر 2 تعرفونه أكيد. هذه منتجات من الدرون، طبعا بلغتني قالت لي انه مو صحيح اللي عندك، ما تسوي داون وتاكد منها. طبعا انا عندي، ممكن اوريكم انها بعد 10 دقائق تسوي شوت داون. في السلسله هذه تمام، في عندهم السلسله هذه اللي موجوده. في كاميرا. هذه خوش فكره شباب، سوني عندهم كلب تمام وانتم كرامه، فهذه خوذه للكلب، فهذه تلبس الخوذه هذه اللي كلب سوني. هذه الكاميرا اللي وريكم اياها 360 للدائرية، الكوع على شكل كرة، نزلوا منها فيرجن جديد اللي هو هذا مع فيديو ستابلايزيشن اللي هو منع الاهتزاز، لكن لاندرويد لازم يضيف له قاعدة تمام. وهني قاعد يوريك الفرق ما بين الاهتزاز وغير الاهتزاز. فبالشكل هذا بشكل نظيف تقدر تركب هذه الخوذة على كلب سوني وانت مرتاح. هذه الكاميرا هي كاميرا احترافية، هذا شكلها اللي موجود هني. طبعا مو ضد الماي، لكن فكرتها انها للمحترفين، للمصورين، المخرجين. سعرها بحدود 6000 يورو، راح اصور لكم البروشور تبعها. هو هذا راح نصوره على صوره ثابته. ايضا مع الكاميرا الاحترافيه هذه الهر الكبير اللي هو ستاند، بحيث انه يخليه يتحرك وتوازن. يعني هذا الهر اكبر من الهر السابق. هذا منتج هنا قاعد ينباع عباره عن كره، تبيع هذه الشركة بحدود 30 يورو. فكرتها بأنك تقرب للكرة هذه وتصور، راح تعطيك وضعية تصوير اللي هي قريبة من فكرة البانوراما. هي الفكرة تافهة جدا يعني، بس أنا ما أدري ليش مسوي شو وهو حاط صناديق هني وحاط، يعني قاعد يبيع لك الوهم. هذه شركة رويال تقدم الشاشة القابلة للانحناء. هم يقولون ان هذه الشاشة هي الاقل سماكة في العالم. فكرتها بالشكل هذا، تقدم AMOLED. هي المفروض انها نص صينية ونص امريكية، ولكن قدمت منتجين للحين. المنتج رقم واحد، المنتجات اللي موجودة عندهم هذه اللي ممكن تكتب عليها في هذا المكان بالقلم الخاص بهم والشاشة او الورق الخاص بهم، وينقل لك اياه من خلال ابلكيشن على التابلت المخصص لك. يعني هذه الشركة قاعد تقدم هذا المنتج اللي قريب من فكرة واكم، والمنتج اللي هو متعلق فيه الشاشات اللي موجودة هني. فمثلا قاعد يقدم هني نموذج للشاشة، حاط لك الشاشة على حقيبة وحاط الشاشة على الذراع اللي متواجد هني. ما ادري اذا في احد عنده بزنس من النوع هذا، بس المفروض انك تروح الصين معرض مثلا جوانزو اللي هو كانتون فير. بس هذا قاعد يبيع مجموعه من يعني دراجات عاديه بصراحه، وهذا اسم الشركه المتواجد فوق. هذا المنتج من نت جير، تم تحديث الاكس 10 السابق واللي صار اسمه اكس ار 700. والمنتج هذا هو مبني على الشاصي السابق لكن خلوه بشكل احترافي للجيمز. المفروض انه تم تغيير السوفت وير ليتناسب مع السرعات، راح اوريكم الحين سرعات المودمز المخصصه للجيمرز. فالمفروض ان هذا المنتج مخصص للجيمرز من نفس المنتج السابق اكس 10. ايضا نت جير من الشركات اللطيفه جدا والاحترافيه واللي تقدر المنتج وتقدر مستخدمي المنتج. يعني لما تكلم تقول انت باني المنتج على الاكس 10 السابق، ليش انا اشتري هذا؟ فقال لي مو لازم تشتريه اذا كنت جيمر، لان احنا غيرنا السوفت وير. قلت طيب ليش ما تعطيني فرصه غير السوفت وير؟ فقال لي فكره، خلني اكلم الاداره. هذه من المنتجات اللي تقدم كاميرات فوريه، وعندك مثلا حاطين لك بعض النماذج، الكاميرا السابقه، الكاميرات اللي موجوده هني. هذا المنتج طبعا انا شفت اصحابه في المعرض السابق، كانوا اصحابه من الجاليه اليهوديه. عندك بعض الدرونز اللي محطوط عليها كاميرا، راح تلقى ان الكاميرا ثابته
يوريك الاستابيليتي او ثبات الدرون هذه في التصوير الدائر. في عندك هذا المنتج اللي هو هذه الشركه قاعد يقدم، لاحظ معي انه هو قاعد يتباهى بتواجد بلوتوث 3.0 وبلوتوث 4.0. الحين لو سالتنا ليش مو متواجد 4.5.0 راح يزعل وينقمص مسكين وتغير حاله. تبون نجرب 16000 دي بي اي، 16000 دي بي اي سلكي، كلها سلكيه هذه من نفس الشركه ترى. اوكي، بعدين الكيبوردات الجيمينج بعد نفس الشيء هني. اوكي، مجموعه من منتجاتهم ذاكره في هذا المكان. في عندهم كيبورد غريب هني، نشوف شكل الكيبورد هذا، حجم مستغل، ما ادري اذا هذه بلوتوث 4 نسخ. اوكي، هذا بلوتوث كامل، هذا بلوتوث واي فاي. يا والله ترى شغالين الشباب، يعني حتى هذا لاحظ النسخ انه ممكن يركب جهاز 2 3 او يشبك واي فاي مع قطعه الماوس. هني نفس الشيء الكيبورد مع قطعه الماوس، هذا فول كيبورد. يتم توصيلي مع واحد مختص للرد على لماذا يتم استخدام بلوتوث 3.0 4.0 ومتواجد 5.0. خلينا نشوف هل راح يزعل ويتباكى ولا يبكي ولا، يعني خلينا نجرب. لطيف لطيف والله، لطيف الرجال هذا. يعني سألته قلت له انتم شركة تقنية 3.0 4.0 وين الفايف؟ فقال لي خلني اروح حق مدير المنتج. راح المدير المنتج قلت له وين الفايف؟ فقال لي شوف احنا عندنا مجموعة من الاعذار بس كلها ما راح تكون مقبولة والمفروض ننزل فايف. فقلت له صح كلامك رجال، صاحب صنعة، صاحب صنعة. يعني تتكلم وياه يكون تكون حاد وياه بالطرح وتقول انت شركة تقنية حاط الاعلان الخارجي 3 و4 ليش؟ صدق هادي ولا عنده مشكلة وجاوب. يعني احترمته وقدرت بان الرجال هذا جاي يبيع، عنده منتج ببيعه مو جاي يتفلسف. فالكم غير متواجد بشكل رسمي في هذا المعرض للأسف، جاري البحث عن انتل. هذا المنتج الجديد من غارمن، المفروض انه يقدم لك واي فاي وجي بي اس، النسخة بسعر 850 يورو، مقاومة للماء بالكامل، مقاومة لتواجدها 100 متر تحت الثلج مثلا، الضغط والرطوبة، ممكن تحدثها تنزل عليها ابديت. المواصفات موجودة كان اف سي، انا راح اصورها لكم الحين. هاي السبيكس كاملة متواجدة على الويب سايت مال، ممكن تشتريها حاليا من خلال الويب سايت، تشتري متواجدة في السوق المحلي او السوق العالمي، اونلاين ايضا موجودة، وراح اوريكم انا بعض المواصفات الفنية. ايضا متواجد فيها معدل الاكسجين في الدم المتواجد هنا، ان اف سي للدفع او للموسيقى الارتباط مع البلوتوث. هذا موقعهم، ممكن تطلب من خلال الساعه، المفروض ان هذه اقوى ساعه عند غارمن حاليا. انا اتوقع انها قديمه او كلمني احد عنها، لان انا حاطها حاليا للطلب، اللي طلب ان اغطي غارمن الساعه، بس انا مر علي المواصفات هذه سابقا. عموما حلوه الفكره، يعني جبتني اكثر من الكاميرا اللي امس مالت السباحه، ما ادري شنو، يعني هذه افضل. ميديا تك غير متواجده، كوالكم غير متواجده بشكل رسمي، انتل باقي بنشوف، قالوا لي انتل للشركات العظمى او شيء كذي. في عالم السوبر امولود عندنا مجموعه، سامسونج قدم سوبر امولود، شركه صينيه ذكرتها لكم سابقا، خلنا نتذكر اسمها، ايضا تقدم سوبر امولود، والحين شركه صينيه امريكيه تقدم سوبر امولود. ال جي تقدم بي او ال اي دي اللي هو بي ام او ال اي دي، فاليوم ما في عذر للشركات للاستمرار في استخدام ال سي دي. هذا منتج من شركه هاي سنس الاي 6، يقدم المنتج بالشكل هذا من الخلف الاي انك، من الامام شاشه سوبر امولود. كان متواجد منه نسخه سابقه على فكره لكن ما نزلت السوق، ما رضوا يعطوني اي معلومات عن السعر. الشاشه الخلفيه ممكن تتحول اندرويد بالكامل، ممكن تحولها لواجهه مخففه. الشاشه الاماميه فول اتش دي بلس سوبر امولود، ما في معلومات عن بروسيسور، قال لنا ميد رينج بفئه 600 من سناب دراجون، ممكن يكون 636، 6 رام و 6 رام 128 ذاكره داخليه او ال 64 ذاكره داخليه، يدعم كوالكم 3.0 والشاشه بالشكل هذا. لكن اغلب الامور الاستخدام في الجهاز ستوك اندرويد تقريبا، الواجهه مالتهم غريبه شويه، قال لنا موجه للسوق الاسيوي. لا والله مو ستوك مو صحيح، ما صدق وياك، معدل بالكامل. تمام، هذه المواصفات الداخليه هي واجهه الشركه وليست ستوك اندرويد. ممكن من الخلف انك تحول اندرويد، خلنا اوريكم مثلا مثال لهذه الشاشه لان مسكر علي. مثلا هذه الشاشه متواجده في هذا المكان، تضغط الزر الايمن تقدر تشغلها من، ايوه بالشكل هذا، اما انك تحولها واجهه اندرويد ستوك او انك تستخدم واجهتهم. خلنا نروح سويتش تو اندرويد،
لاحظ بأن طبعا في تأخير يعني واضح كلير، والله تأخير شديد مو عادي. ماشي فتح الكاميرا، ماشي الشكل هذا حبر إلكتروني علشان ما تستهلك طاقة الجهاز. هذا المنتج متواجد علشان يعطي الأكل للكلب، يعني ممكن يستخدم الكلب سوني بعد، فأنا حريص على هذا الأمر. فلاحظ معي أنه ممكن يطلع منه الأكل من هذا المكان وممكن يلعب مع الكلب، فأنت إذا شريت كلب سوني لازم تشتري معاه هذا. ما عندك عذر، ما عندك عذر، خوذة الكلب موجودة وانت بكرامة، الكلب اللعبة اللي تلعب مع الكلب موجودة، تستخدم الجهاز بسعر تقريبا 10,000 ريال، تشتري كلب سوني ما عندك عذر. شباب لقيت هنا هوت دوغ محطوط عليه صورة كلب. هذه سوديو اللي كان عندها مجموعة من السماعات، مكبرات الصوت، اكسسوارات، اغلب منتجاتها تتعلق بالصوت. مثلا شايف انت هذه من مكبرات الصوت اللي موجودة عندهم، او مو مكبر صوت، هيدفون عادي ان اير اون اير. جربت انا منتج واحد منهم اللي هو هذا، اتوقع ما كان منتج جيد في ذلك الوقت. لا والله مو هذا، اقدم منه. فيمكن عندهم شيء، ترى يعني ماني متاكد من هذا الامر، لكن ممكن يكون عندهم شيء. هذا احدث منتجات سوديو، واللي المفروض يركز على الديزاين، ولاحظ الخليط الداخلي ليس من البلاستيك انما من المخمر. الفكره في هذا المنتج بانه قاعد يعطيك بالانس متوازن، لاحظ التشطيب او لاحظ التوازن ما بين الاثنين، يعني في نفس المسافه. السماعه صارت انير، سابقا كانت في الخارج، ممكن تغير انواعها، الوزن خفيف بشكل عام، تمام. تعطي 6 ساعات عمل، تشبك على جهاز واحد 4.2 بلوتوث، وايضا سعر $50 تقريبا. الشركة عندها ثقة كبيرة منتجها، وتوعد بتواجد منتج جديد كليا، المفروض يكون لاسلكي وقادم مثل فكرة كثير من المنتجات. ما سمح لي اني اقول المواصفات، لكن في شيء قادم قريبا راح تقدمه الشركة للخيارات اللاسلكية، راح يكون في بطارية اعلى ومدى اعلى وتزامن تلقائي والمزيد من المميزات. احتراف يا جماعة، احترم اللمسة الاحترافية هذه. شركة احتراف، رجل محترف يقدم لك المنتج. عندك تعليقات؟ انا عندي تعليقات على منتجهم السابق ما جاز لي، فوراني منتج جديد، بعدين وراني منتج قوي جدا، قال لي ما اسمح لك انك تنشره بسبب انه مو خالص. منتج ممتاز والله، يعني ما راح انشر لكم معلوماته، بس يعني اهتمام نظيف. ZTE نوبيا Z18 ميني، المفروض ان هذا ينزل الجهاز بعد شهر بسعر 450 يورو تقريبا. الجهاز بالبصمه بالخلف، كاميرتين من الخلف، فلاشين من الامام، استغلال مساحه اعلى من السابق، معالج 660، 6 رام 128، والبطاريه 3450. الجهاز تم الاهتمام فيه من الفئه المتوسطه، يعني هذا من الاجهزه الممتازه للفئات المتوسطه. جربت النسخ اللي قبله اللي هو Z17 ميني السابق منه، الجهاز موزون ممتاز بالنسبه للهواتف المتوسطه. DQ الأسبانية من الشركات الممتازة اللي تقدم ميد رينج أو هواتف من الفئات المتوسطة، فقدمت هذه الفئة اللي هي X2 Pro. عندها هذه الفئة اللي هي X2 فقط. الفئات هذه من الفئات الممتازة اللي تقدم سعر ممتاز، يعني مثلا هذا السعر أعلى فئة منه أقل من 400 يورو. نفس الشيء هني بال 320 يورو تقريبا. تقدر تدخل DQ.com للحصول على معلومات هذه الأجهزة. هذه الأجهزة تعتمد على أندرويد 1، يعني التحديث من جوجل دايركت. إذا تبي ميد رينج بمواصفات ممتازة والتحديث جوجل ستوك، هذه الأجهزة تقدم لك هذا الخيار. البعض يسألني شنو موضوع الكلب وانتم بكرامة. بشكل جدي مو غشمرة يعني أو ضحك، سوني أطلقت كلب، قدمنا لكم مجموعة من الاكسسوارات للكلب وانتم بكرامة، منها اكسسوار 360، الفي آر، واكسسوار العظمة اللي فيه الأكل. والكلب رخيص يعني وانتم بكرامة، الكلب رخيص يعني سعره $3,000 فقط لا غير، وفي رواية أخرى $2,900 أو $2,899. هو $3,000 يعني أول شيء هذه سوني، أنت إيش فهمك؟ بعدين هذا كلب سوني، إيش فهمك مرة ثانية؟ بعدين سوني ما تنزل أي شيء، سوني شركة عريقة طويلة بالمجال، وهي أصلاً أول من قدم كلب $3,000، يعني اثبت غير هالكلام. ونسيت لا اضيف، انت فاهمك مره ثانيه.
لشراء هذا الكلب للتفاخر بالشعار سوني، وممكن تحصل نفسه نسخة صينية بدولارين، بس لأن عليه شعار سوني راح تشتريني $3,000 من الموقع التالي. وين بينما كلب سوني المصنوع في الصين راح يكون سعره $3,000. ليش؟ لأن أنت تفهمك. انتهى يومنا الثالث في معرض إيفا، جديد المعرض كلب سوني وأكسسوارات كلب سوني وبعض الشركات الأخرى. فاصل ونرجع نعلق على المعرض بالكامل. سوني منت عليكم، تنازلت تنازل كبير وجت كوكب الأرض ومنت عليكم منة كبيرة واستعطفت عليكم بإعطاكم واحد من هالمنتجات اللي هي لا تعني شيء لسوني، لكن يعني احمدوا ربكم صلوا الليل والنهار. سوني ماني مكبر الكلام، سوني بعظمتها تنازلت وقدمت للبشر منتج. ولا معروف عنها سوني من دوك فليت وطالع، يعني من الكواكب ما بعد المجرة وطالع، ولا كوكب الأرض كذا، الحيوانات البدائية هذه شركة هذا الكواكب الأخرى والمجرات الأخرى متعطفة عليكم، جايتهم كوكب الأرض الهزيل الركيك، تصنع كانت ترك أطباق فضائية، تصنع فضائيين، عندها علم الأجنة. أي علم الأجنة؟ هذا كلام فاضي، بالأرض علم الأجنة. شنو علم الأجنة صدق؟ والله أني متخلف أرضي. بشر ضعفاء تافهين، تمنى عليكم سوني تقدم لكم منتج مو عاجبكم، ها حال البشر جحود. الحين عاد باخذ لي جولة برلين، روح اتغدى خلاص. المعرض اغلب الامور مغطيها، انا راح اكون متواجد يومين زيادة، اذا في شيء محدد تبون نسأل انا حاضر، بس اغلب الامور ترى واضحة. سكان كوكب الارض، حتى كلب سوينا لكم، لكن ما ينفع فيكم. والله يعني معرض نفسه واقعي، 5% زيادة، يعني ما في زود، لكن ممتع، يعني استمتعنا بالتقنيات، تعرفنا على بعض الشركات، أبديت جميل جيد، تعرفنا على الفضائيين سوني، يعني تعرفوا على كوكب الأرض وعرفنا وجهة نظرهم في الإنسان الضعيف. فالله يعينهم، يعني هم جايين يعززون الكوكب، فالمفروض أن نروح فيهم على الكوكب ترى. بعدين البشر جحدوا رسل، ما تبيهم يجحدون سوني. دائما الإنسان عدو ما يجهل، يعني التقنيات اللي عند سوني إحنا ما وصلنا لها، لأن أنت إيش فاهمك؟ يعني هم ما وراء الطبيعة. يعني أنا قاعد أفكر وأنا راجع قاعد أقول لا، سوني شيء إحنا ما وصلنا له. يعني يجيك إحساس، شلون أوصف لك؟ يعني إحساس الهر، يعني إحساس، هو طبعا إحساس إحنا ما راح نوصل، إحنا بشر، يعني هو فوق طاقة البشر، بس هو قريب للهر. يعني لاحظ معاي ان شركة ثورية وعندها كلب واحساسها هر، فيعني هذه كافية للمعرض. يعني هذه ممكن اكلم فيها احفادي ان سوني ثورية اطلقت كلب واحساسها هر، وشفناها بالمعرض ومديرهم بتشا، يعني هذه بروحها ترى قصة، يعني غير ان احنا ربطناها بثوري سوني اللي هي سالي. اتوقع احنا عشان نفهمهم لازم نروح نتابع جونجر اللي فيه الفضائيين هذول، او نتابع مثلا جراندايزر اللي فيه اليوفو. ان شنو هذا العالم احنا ما وصلنا له، هو عالم سحابي غريب، مو كلاود طبعا، كلاود سيستم ما كان فاضي، لا هو عندهم عالم سحابي فضائي، عالم فضائي. فمثلا الشركات تستخدم الكلاود سيستم، هم يستخدمون السبيس سيستم، لان الهاتف فضائي سحابي، التصميم مستوحى من الفضاء، فراح يرتفع يسمو فيك، يسمو بالجنطة بالحقيبة. بإذن الله ما نخلص برلين إلا أنا نفهمكم شو سالفة سوني، لأن أنا عارف إن في كثير منكم مو فاهم الفكرة، وأنا سنين طويلة ترى مو فاهمها، لأن أنا شفهمني بس يعني بديت أفهم، يعني الحمد لله نزل علي الوحي وبدت تنكشف عني الغمة والغمة والشنو. يا شباب تونا أكلمكم عن الأمور الفضائية، شوف どこかで何かがあれば必ず必ずやってくる心を弾ませる。
تم تغيير رحلة لليوم اللي هو 3/9 مساء، فاعتذر عن باقي الأيام، وهذا لظروف العمل. فإن شاء الله اليوم بإذن الله توكل على الله للكويت، بعدها نغطي لكم سامسونج جالكسي تاب اس 4، نريد نتكلم عن حركات النوت 9، ونشوف إذا في أدوات للهواتف الصينية السابقة من أوبو وفيفو.